هذه الدولة دولة الأولى من المهرجان الدولي للفيلم العربي لمكناس. أعتقد أنه من خلال ما سطرنا له وما فكرنا في خلق واحد الحركة ثقافية وإبداعية داخل هذه المدينة التي هي بالفعل مدينة الإبداع ومدينة الجمال ومدينة أيضا الثقافة، مدينة تحمل في طيتها الكثير من الإمكانيات على مستوى الشباب، على مستوى المؤطرين، على مستوى أيضا المنتوج الفني والإبداعي. وبالتالي هذا المهرجان جاء ليعزز هذه الخريطة وجاء أيضا ليعزز هذه المكانة التي تحظى بها هذه المدينة. وبالفعل حاولنا من خلال هذا المهرجان أن نجعلها أرضية للإبداع، أرضية للنقاش، أرضية أيضا لمحاولة الذات المغربية والذات في علاقتها بالدول العربية. هذا المهرجان أيضا كان بالنسبة لنا لقاء لخلق فضاءات للورشات للطلبة، طلبة سواء من مدينة مكناس أو بربوع المملكة المغربية، وبالتالي سيأتي عدد كبير من الطلبة وهذا رهان حقيقي للتعليم، للدرس، للبحث، أيضا للاستفادة من تجارب الآخرين، من مؤطرين عالميين، مؤطرين من دول عربية مختلفة، وفي يعني مجموعة من الورشات. أيضا هناك أفلام يمكن أن نقول بأنها أفلام انتقيت بطريقة جيدة ومفكر فيها، أفلام من دول عربية شقيقة، 10 أفلام اللي غادي تتبارى على رهان ما يسمى بالزيتونة الذهبية وهي الجائزة الكبرى لمدينة مكناس. أيضا هناك أفلام البانوراما وهي أفلام تعبر في حد ذاتها عن التعريف ببلد الضيف وبما ينتجه بلد الضيف من خلال يعني تاريخ للسينما المصرية أو في السنة المقبلة السينما البلد الضيف الآخر المقبل. تنشكر إذاعة ميدينا اف ام على هاد التغطية وعلى التعبئة ديالها للترويج للمهرجان الدولي للفيلم العربي في نسخته الأولى. هاد المهرجان اللي جاب وحامل معاه مشروع ضخم، مشروع كبير، اللي ربما كنا كمنظمين، كشركاء، كفاعلين في الميدان الثقافي وكذلك كإعلاميين نحاول ما أمكن أننا نأسسوا الجميع باش أننا ننهضوا بالميدان الثقافي والإبداعي والسينمائي بمدينة مكناس. بالنسبة للمهرجان الدولي للفيلم العربي فهو كما قلت حامل مشروع اللي هو متنوع. التنوع ديالو جاي أولا أنه يعطي الفرصة لساكنة مدينة مكناس، لشباب مدينة مكناس حول السينما العربية. أولا خصنا نفهمو شنو هي السينما العربية، بما أن هاد الفترة هذه فكنا تنعيشو يعني واحد تقزيم من المحتوى ديال الفيلم العربي والسينما العربية. ثانيا وهذا أهم هو أننا نحاول التشبيك بين جميع أقطاب الدول العربية لنؤسس لسينمانا العربية. هذا التشبيك هذا فهو سيخولنا أولا أن نخلق مجموعة من شراكات ومن إنتاجات مشتركة بين جميع الدول العربية، وبالتالي سيكون المهرجان فهو موعد سنوي لكل المبدعين، المخرجين والمنتجين لكي يتمكنوا من تلاقي، يتمكنوا من ربط يعني التواصل بينهم حتى يتمكنوا بنهوض وتنمية هذا القطاع السينمائي داخل المملكة.